مرحبا يا أصدقاء، إن شاء الله ألقاكم بصحة جيدة. اليوم حلقة جديدة في GTA 5. سوف نقوم بمهمة الموت في البحر أو لا مورمير. أتمنى أن تستمتعوا بالمقطع. So don't forget to follow me, to share and comment this video. Thank you. So c'est parti. سوف نلتقي بهذه السيدة ونرى ما سوف تقول لنا. سوف نقوم بالبحث عن الحطام لكي يتبين لنا الحقيقة، هل فرانك مات مقتولا أو في الماء.
Bon les amis, c'est la fin de cette vidéo. Don't forget to follow, to share and like this video. Take care, prenez soin de vous et la lèvre.